ما شاء الله. كابتن سعد بقى خلينا نخرج من الماضي شويه، تعالى الحاضر. الان سيراميكا وخطوه بعتقد انها كانت موفقه بالنسبه لك، اداره محترمه جدا، ناس انا بحس بالتقدير. ممكن تكون ما بتلعبش احيانا، بتلعب احيانا، لكن احساسي كده وانا بتفرج عليك وانا بشوفك في الفترات المتقابل بحس انك مرتاح، انك مبسوط، انك لاقي نفسك مع سيراميكا. اه طبعا، يعني زي ما حضرتك بتقول، يعني اخد من كلام حضرتك هي فعلا خطوه موفقه، اداره محترمه، نادي مستقر، نادي محترم جدا. الحاج محمد ابو العنين، سياده النائب محمد ابو العنين ومستر طارق ابو العنين عاملين مشروع محترم جدا، عاملين مشروع مميز. فمن اول يوم وفي احترام من مستر طارق، موجود معانا على طول بشكل دائم، متابع لكل كبيره وصغيره، مقدر سعد الحمد لله الفتره فاتت بشكل كويس، ومستر معتز البطاوي طبعا مدير الكوره. والحمد لله يعني الموسم اللي فات الدور الاول بعدت شويه، كانت جات لي اصابه فبعدت شويه، الدور الثاني الحمد لله شاركت في معظم الدور الثاني. ده صحيح. ابتدينا الموسم ده الحمد لله لعبت ماتش بيراميدز في السوبر، مباراه الاهلي شاركت في الشوط الثاني اللي فاتت، وحصل توقف. والفتره اللي جايه راجعين بقى الدوري ان شاء الله بشكل كويس. نادي سيراميكا نادي مستقر، نادي عنده مشروع كويس، الموسم اللي فات كان موسم موفق جدا للنادي. ده صحيح. مع الكابتن ايمن الرمادي مدرب كبير ومدرب له اسم وله شخصيه وله تاريخ كبير في الدوري الاماراتي، والحمد لله مع سيراميكا قدر يعمل تاريخ كبير برضه، فاز باتنين كاس رابطه مع النادي وحط الفريق على طريق كويس الفتره اللي فاتت. فعندنا مجموعه لعيبه مميزه، فان شاء الله باذن الله تبقى السنه دي موسم موفق لسيراميكا ولاداره النادي وللكابتن ايمن، ونعمل حاجه محترمه السنه دي ان شاء الله باذن الله. انا عارف ان نهايه عقدك السنه دي مع سيراميكا كان عقدك سنتين، مش كان سنتين؟ ده الموسم الثاني. ده الموسم الثاني. لكن بتامل انك تستمر مع سيراميكا، وانا برضو عارف انه الجماعه في سيراميكا محتاجينك دايما، سواء لعيب او حتى غير لعيب. يعني شايف في الدنيا عامله ازاي المستقبل؟ بالتاكيد نفسك تكمل كلاعب كوره تستمر، لانه لما بتنزل ما شاء الله بتادي بشكل جيد، لكن في نفس الوقت برضه بتفكر في مستقبلك. طبعا، يعني زي ما حضرتك بتقول نهايه عقدي، لكن اكيد ابقى مبسوط لو انا موجود مع سيراميكا اكيد. ادام انت مرتاح في مكانه مستقر. صحيح. انا حاطط لنفسي على الاقل يا كابتن العب موسم او موسمين كمان. بالنسبه لي، لان الحمد لله بدنيا بادي بشكل كويس. انت كمان ما شاء الله منضبط جدا. يعني انا بشتغل معك مدرب محترم ايمن رمادي الحقيقة. طبعا طبعا. فبشتغل للكوره، والحمد لله عندي من الخبرات ان انا ادي بشكل كويس، سواء على الناحيه البدنيه او الناحيه الفنيه الموسمين الجايين. فاكيد حاجه تشرفني ان اكون موجود مع فريق محترم زي سيراميكا، او مع اداره محترمه زي الاداره دي. لكن بعد الكوره شغال في كذا حاجه، وشغال على نفسي، وفي تواصل مع المسؤولين، ويمكن كان الناس في النادي الاهلي يتكلموا معايا في كذا حاجه، فالحمد لله. يعني دي كانت حاجه فيها تقدير وفيها احترام من اداره النادي الاهلي، سواء كابتن الخطيب او اداره النادي. واشتغلت على الناحيه الاداريه بشكل كويس، ويمكن خدت الدبلومه من الجامعه الامريكيه في الاداره. برافو عليك. من جامعه القاهره الاول دي خدناها من السي اي اس. كابتن زكريا ناصف. كابتن زكريا ناصف وعمرو محب السي اي اس خدناها دي دبلومه في الاداره. ودلوقتي الدكتور محمد سراج شغالين برضو في دبلومه مع الجامعه الامريكيه. في الاداره دي برعايه النادي الاهلي، وعاملين توأمه مع الجامعه الامريكيه في الاداره. بتدرس فيها اداره، بتدرس فيها اعلام، بتدرس فيها حاجات كتير تساعدك في مجال الكوره، لان دلوقتي الفكره في الكوره مش قايمه على الخبرات بس. او التجارب اللي انت مريت بيها وانت لعيب، مهم ان انت تتعلم وان انت تطور من نفسك. الكوره دلوقتي بقت شامله حاجات كتير، كرعايه وكتسويق وكماركتنج بس انت واضح ان انت واخد سكه الاداره، يعني بعد الاعتزال ان شاء الله تلعب لك سنتين ثلاثه كمان، رايح في سكه الاداره. يعني هو يمكن النادي المسؤولين في النادي كانوا بيتكلموا معايا في حته الاداره وحته الناحيه الاعلاميه، تبقى انت موجود في نادي سيراميكا، في النادي الاهلي. في النادي الاهلي. وانا بخرج حتى لحد دلوقتي بيتكلموا معاك. يعني في تواصل، الناس بتحاول ان هي تساعدك في اي حاجه جديده، في اي حاجه تحاول ان هي تطور منك، وتحاول ان انت تكسب منها، تتعلم وتكسب خبرات. يعني ان شاء الله باذن الله زي ما بقول لحضرتك الواحد يكمل بشكل كويس، وايا كان بقى المجال اللي هو يشتغل فيه، او ايا كان المكان اللي يشتغل فيه، اهم حاجه يقدم فيه حاجه بشكل مختلف. بس هو الاهم انك تكمل كلاعب كره شويه كمان. طبعا. ده الاساس بالنسبه لك. طبعا النهارده في لعيبه كتير بتلعب يا كابتن شوبير. بيأدوا بشكل كويس. شايف عبد الله 40 سنه، وفي لعيبه كتير ما شاء الله بتأدي بشكل كويس. بالعكس، انت كل ما بتكبر طول ما انت محافظ على نفسك تقدر تأدي في الملعب بشكل كويس. يعني ده عندنا عدد كبير من اللعيبه الحقيقه تخطوا السن،
ودايما بترجع لالتزام اللعيبه. طبعا الشناوي ما شاء الله في الاهلي 36 سنه دلوقتي، وما شاء الله بيأدي بشكل كويس، وفي كل اللعيبه اللي بتأدي يعني فوق السن ادام محافظ على نفسه يقدر يأدي بشكل كويس يعني. طيب خلينا نرجع لمشهد وهو مشهد الرحيل من النادي الاهلي، لانه ده بيبقى مشهد صعب شويه. انا هحكي لك قصه اعتزالي هتتخض يعني. انا جات لي اصابه في كتفي، سافرت عملت علاج طبيعي، رجعت 100 فل و14، موتت نفسي عشان ارجع الملعب. كان خلاص القصه اترسمت انه انت مش هتلعب خلاص، بقى في حراس وكويسين وماشيين وتمام التمام، بس ليا اسمي ليا كينونتي. فلحد ما جينا في تقسيمه، فكان ساعتها مستر هولمان هو المدرب، فلقيته بيقول الحضر يمين ومصطفى كمال شمال. قلت له وانا بره، سلام عليكم. خدت القرار والله العظيم في لحظتها، قلت له وانا بره سلام عليكم. طب افرض بكره كان جاء وقال الحضر يمين وشوبير شمال؟ لا لا خلاص، ما هي انتهت بالنسبه لي خلاص، ما انت من كابتن و و و الراجل ما بيحطكش في التقسيمه، واول مره موقف زي ده يحصل لي في حياتي. فقال ده يمين وده شمال، قلت له وانا بره خلاص. قلت له مستر هولمان شكرا، ثانك يو. حتى قال لي بس اقعد هنتكلم. قلت له انتهى الامر وخدت القرار وتمام التمام واعتزلت. وكان قرار رغم انه اصعب قرار في حياتك لكنه خدته بمنتهى السهوله والبساطه. طبعا بعدها بقى بدات والقصه والحدوته لكنه خدت القرار. وساعتها كابتن حسيت ان هو ده القرار الصحيح في اللحظه دي، لازم يكون في الوقت ده. انا قعدت احسبها، هقعد سنه كمان سنتين كمان كل شويه هيتخصم من رصيدك. يعني مش هتبقى يعني ايه القيمه ان انت تفضل تقعد احتياطي وتلعب لك كل كام ماتش مباراه، فكل شويه هيتخصم من رصيدك، فاطلع وانت ايه عندك رصيد كافي. وخدت القرار. وخدت القرار. انت بقى القرار كان عندك اصعب شويه، يعني انت بتلعب والدنيا ماشيه والحدوته شويه ما بنلعبش ماتشات بتاع، لكنه الاصابه طويله قوي. الاصابه طولت والنادي وقف جنبك بشكل كويس، لكنه العقد خلص وهنا كان القرار. لا لا، العقد كان ممتد. العقد كان ممتد، كان في سنتين. احكي لي. هو اول حاجه كابتن انا اللي طلبت ان انا اخرج. انت اللي طلبت؟ يعني انا اللي طلبت ان انا اخرج. يعني دي برضو نقطه مهمه. انا شكرت النادي كتير وشكرت الكابتن الخطيب بشكل شخصي كتير، علشان خاطر فتره الاصابه. انا اول ما اتعورت في ماتش بلاتينيوم، عبال ما وصلت المستشفى ايوه، وعملت وتر اكيلس وعملت الاشعه، كان الكابتن الخطيب بيكلمني في التليفون عبال ما وصلت المستشفى. بلاتينيوم كان في القاهره؟ كان في القاهره. نعم. انا خرجت من استاد السلام على المستشفى، الكابتن كلمني وبصراحه كان في تقدير كبير جدا وفي احترام كبير جدا. وفي ساعات وفي حاجات بصراحه الواحد شافها في النادي الاهلي، يعني اتمنى ان هي تكون موجوده في كل الانديه. زي لان بنسمع قصص كتير من اللعيبه او بنشوف قصص كتير من الاحترام من التقدير. الموضوع مش مرتبط اللعيب ده بيلعب او ما بيلعبش اساسي. نعم. الموضوع مرتبط ان اللعيب ده ليه حقوق واللعيب ده له قيمه، فالنادي بيتعامل معاه على اساس القيمه دي. نعم. النادي بيتعامل معاه على اساس ان ده لعيب له قيمته. دي لحظه، دي فترات الاصابه. دي بعد ما عملت العمليه. عملت العمليه. كابتن كان بره مصر ولا في المانيا؟ في المانيا. تمام. كابتن كلمني وقال لي الف سلامه عليك يا سعد، شوف اللي انت محتاجه وشوف اللي انت عايزه واحنا معاك في اي حاجه. كويس. النادي معاك، انت عمرك ما تاخرت عن النادي. كلمه بتفرق السهم الارض. طبعا. ايوه طبعا، انت بتحس ان في امان في ظهرك. ده صحيح. فعمل حلوه كلمه امان دي. طبعا. نعم. طبعا، غير ما بتحس ان انت مش رغم ان انا الفتره دي اتشلت من القايمه لاني كنت هاخد فتره في الاصابه عشان كان كهربا النادي جابه. نعم. وعايز يضيفه. كلمني الكابتن الخطيب الكابتن سيد عبد الحفيظ، قال لي في يعني كهربا هنضطر نرفعك من القايمه. والفتره دي حتى انا قعدت فتره فري عادي. ايوه مظبوط. كان لازم عقدي جديد وكده. كان في غلطه كمان ساعتها وانا بصراحه ومحدش حس بيها خالص يعني. كنت ممكن تروح اي حته خالص خالص وتقال لك انه حصل غلطه. ويمكن الكابتن الخطيب اول مره نقول السر ده بقى. اتقال لك انه حصل غلطه يا سعد وانت لم تسجل بقصه معينه يعني. وطالبين توقيعك من اول وجديد. وانت رحت وكان ممكن بقى ساعتها كان تاني يوم الساعه 10 الصبح كنت. نعم. في النادي مع امير توفيق. نعم. ويمكن الكابتن كلمني وشكرني على الموقف ده وقلت له يعني ده الطبيعي، ده بيتنا وده نادينا. ايوه. وفعلا النادي الاهلي يعني له فضل في كل حاجه الواحد وصل لها. نعم. و انت الجميل ما تاجرتش بيها خالص يعني، ما جيتش تقول انا لما مش عارف ايه وانا قصه ايه او سربت. لا خالص، بالعكس الامر طبعا مشي واتعرف بالصدفه ساعات. بص يا كابتن، في مواقف مش لازم تبينها للناس عشان تبين حبك للمكان. ايوه. او تبين تقديرك للمكان. يكفي ان المسؤولين عرفوا المواقف دي او المسؤولين عاشوا معاك المواقف دي وقدروها،
فده انا بالنسبه لي ده الاهم. فالكابتن بصراحه لما قعدت معاه واتكلمت معاه فلقيته مقدر كل المواقف دي. حلو. واداره النادي مقدره كل ده. وكل موقف ايجابي اتعمل النادي رصده وبيقول لك ان انت في الوقت الفلاني عملت كذا، انت في 2012 اتنازلت عن فلوس لما النادي كان محتاج 2012 مع المجموعه، انت من اللعيبه اللي اتنازلت مع المجموعه اللي اتنازلت، في مجموعه اتنازلت ومجموعه ما اتنازلتش انت، وهم عملوها اختياري طبعا. كابتن حسن حمدي كان قال الموضوع اختياري، يعني اللي عايز يتنازل يتنازل، لان النادي كان ساعتها مفيش موارد. ايوه. فانت بتتعلم في النادي ان انت تقدر المكان بشكل كويس، ان انت تحترم المكان اللي خيره عليك. فدي نقطه كانت مهمه بالنسبه لي. لما قعدت مع الكابتن كان جالي عرض من فيوتشر، وان في نادي جديد بيتكون، وفي فريق جديد بيتكون، وهيتعمل نادي بشكل مختلف، وي 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 وانت كابتن الفريق وهيبين عليك المكان وكده. فانا حسيت ان التجربه بالنسبه لي ممكن تبقى كويسه. ايوه. وهي اعاره سنتين، ورايح كابتن فريق ورايح مشروع كويس. صحيح. وكان مدير فني كبير زي الكابتن علي ماهر. علي ماهر طبعا. واداره كانت ناس كويسه جدا في الوقت ده، كان موجود الكابتن عبد الظاهر السقا. فانا الكابتن اتكلم معايا وقال لي ان الناس كلموه والناس طلبوا ان انا اكون موجود، وقال لي انت فاضلك في عقدك سنتين. الكابتن الخطيب بنفسه يعني قال لي رايي انا ان انت تكمل معانا السنتين. قال لك كده؟ وانا عايزك تبقى موجود، وبعد كده احنا شايفينك حاجه كادر كويس من كوادر النادي الاهلي. حلو. فاحنا شايفينك ان انت تبقى موجود السنتين دول تكمل عقدك. كان عادي فاضل له سنتين اللي انا اخرجهم اعاره يعني. ايوه. فقال لي فكر وخد وقتك وقرار ليك، يعني اللي انت عايزه واحنا معاك. نرجع تاني لكلمه الامان اللي انت بتقول، اللي انت قلتها هنا بيدي لك مزيد من الشعور بالامان. طبعا. نعم. طبعا. وانا زي ما بقول لحضرتك الكابتن الخطيب بشكل شخصي، يعني انا النادي وقف جنبي بشكل كويس جدا في اصابتي، ما تاخرش عني في اي حاجه. الكابتن الخطيب ما تاخرش عني في اي حاجه. كان في تقدير كبير جدا من النادي الاهلي، سواء من المسؤولين، سواء من زمايلي، سواء من اداره النادي، من الجمهور. فدي حاجه يعني بشكرهم عليها، وهو ده النادي الاهلي يعني. نعم. سواء مع سعد او مع اي لعيب تاني يعني. فبس انت ده الوقت اللي انت بتحس فيه ان لو اي حاجه كويسه انت عملتها. أيوة. فلقيت المقابل بتاعها على الاقل الادبي والمعنوي. فده اللي انا لقيته فعلا، لقيت تقدير ادبي ومعنوي كبير جدا من النادي الاهلي يعني. فالكابتن اداني القرار وانا استخرت ربنا واستشرت زمايلي. وطبعا في ناس رفضت يعني الشناوي، قال لي لا ما ينفعش تمشي وانا عايزك تكون موجود ولازم تكمل، ووليد قال لي لازم تكمل. لكن خدت القرار ان انا يعني عايز اخرج في الوقت ده، لان برضو قعدت سنه، حوالي سنه مصاب. البعد عن الملعب مش كويس طبعا، ولسه 32 سنه، فكان على الاقل قدامك تلعب شويه يعني. وفعلا الحمد لله يعني خرجت وعملت موسمين كويسين جدا مع الكابتن علي ماهر. انت خارج الاهلي خدت بطولتين، خدت بطولتين مع فيوتشر والرابطه مع سيراميكا. فالحمد لله يعني التجربه اثبتت ان انت نجحت وان انت كنت مؤثر في الفرقه ان انت اشتغلت فيها، والحمد لله يعني. تعالى نشوف لحظه الوداع، لانه هي كمان على قدر ما كانت دراما، لكن اللعيبه نفسها يعني اللعيبه بوظتها. تعالى نشوف ونشوف اللعيبه بوظتها ازاي. يلا بينا تعالى. النادي ده يا جماعه فعلا يستاهل ان احنا نتعب علشانه ونشقى علشانه، وان احنا نجتهد ونعمل كل حاجه علشانه. ان شاء الله الفتره اللي جايه دي تفضلوا مكملين في الانجازات اللي حصل الفتره اللي فاتت. وبشكر الشناوي. الشناوي كان الفترة اللي فاتت يعني كانت صعبة واتكلمنا كتير، لكن يعني الحمد لله الخير في مختار الله. وبشكر كل زمايلي القدام، يعني وليد سليمان رفيق الكفاح 12 سنة دلوقتي مع بعض، فبشكره بقول له افتقدك يا وليد، ان شاء الله الفترة اللي جاية تبقى كلها خير. ورامي وايمن المجموعة القديمة هاني، فبشكركم كلكم وبتمنى ان شاء الله الفترة الجاية التوفيق. وبعتذر لو انا كنت بس غصبا عني، الموضوع بالنسبة لي صعب شوية، فان شاء الله الفتره الجايه كلها تبقى خير لينا كلنا ان شاء الله. وبقول للشناوي خلي بالك من طاهر عشان وربنا يكرمنا ان شاء الله باللي جاي رجاله، ويفضل النادي الاهلي رقم واحد. الف شكر رجاله. طيب قطعنا لك. والله محترم يا كابتن. شكرا. خلي بالك من طاهر. بقول للشناوي خلي بالك من طاهر. وكل كوم انت بتقول لي وطاهر كوم. طاهر كان جاي جديد. كان لسه جاي. وطاهر شخصيته قريبه من شخصيه النادي الاهلي. صحيح. ملتزم بتاع تمرين. حتى يعني في ناس كتير كانت بتقعد يعني تنتقدنا عشان بشكر فيه وبقول ان هو عنده حاجات كتير يقدمها للنادي الاهلي. فانا دايما كنت بقول للشناوي خلي بالك منه، لان هو لسه جاي جديد. وطاهر متربي وابن ناس، فمالوش في جو لعبه الكوره قوي يعني.
وفرنساوي وبتاع وباتيه وفرنساوي كويس ولعيبه الكوره كويسين برضه آه. لك كلهم متربيين يا عم ولاد لا لا بس انت عارف ايه يعني هو النادي الاهلي اجواءه الضغط وعلى طول 100% والتمرين فقلت له خلي بالك منه عشان طاهر هيبقى حاجه كويسه في النادي يعني وبقى حاجه كويسه فطاهر ما كنتش انا كنت متبنيه ساعتها فما كنتش متخيل ان هو هيضحك معاهم يعني ضحك ضحك فالضربه جات لي من الناس اللي انا ووليد انا لسه وليد وليد عمال يضحك هو بيقول لي ما كنتش متخيل ان انت هتتاثر وكده يعني وبتاع قلت له وليد ما هو طبيعي الواحد كل اللي مشوا من النادي اتاثروا طبعا انت يا وليد قلبك جاحد يعني لازم وليد قريب ليك قوي وليد قريب مني من اكتر ناس قريبه مني اخويا يعني وليد الشناوي من اكتر ناس قريبه مني وعلى تواصل مع بعض على طول وبستشير بعض في قرارات كتير وفي مواقف كتير يعني مكانتك في قلوب جماهير الاهلاويه زي ما هي الحمد لله يعني بتغيب بتروح بتتنقل لكن الناس بتحس انه ده ابن النادي الاهلي على الرغم ان الماتشات قدام النادي الاهلي بتلعب بقوه وبتلعب بجديه احيانا بتكون غير موفق ده طبعا وضع طبيعي جدا طبعا. في كره القدم يا ترى لما بتيجي تحسبها يعني هو ليه الجمهور حابب سعد سمير لحد دلوقتي بنفس الطريقه ونفس مقدار الحب زي ما هو والله يا كابتن انا يعني وانا خرجت من النادي قلت جمله قلت اللي بيزرع خير اي حد بيزرع خير هيحصد خير ده صحيح يعني انت بتزرع محبه واحترام وتقدير للمكان ربنا هو اعلم بالقلوب بقلب كل واحد ايه اللي جواه يعني وهو بيقول الكلام ده بجد ولا بيمثل ولا بيشتغل الناس ولا الدنيا رايحه فين وجايه منين فالحمد لله الناس عارفه شخصيتك وعارفه ان انت مش مصطنع لا وانت دايما الناس حاسه لما بتيجي تتكلم بتشيد بفضل النادي الاهلي عليك بعد ربنا سبحانه وتعالى وانك الناس بتحس انك يعني من الطين ده من الارض دي الطيبه والجدعنه والاخلاص والروح الحاجات الجميله الناس بتحبها في لعيبه النادي الاهلي او في البني ادم بشكل عام يعني. طبعا ما هو اي حد يا كابتن شاف خير او اتقدر في اي مكان ما ينفعش ينكره مش شرط يعني مش شرط في النادي او لا في اي مكان لازم لما يكون في خير وناس عملت معاهم تاريخ ونادي عملت معاه اسم ونادي كبرك ونادي كان له فضل عليك فعلا دي حقيقه مش حاجه انت بتقولها بتشكر في النادي بزياده لا هو ده واقع وده حقيقي يعني دم سعد في رقبه مين كان عنوان شهير او منشط كبير في مجله الاهلي فاكره بعد ماتش اللي انا اتخبطت فيه في مباراه الكاس ده المباراه اللي خسرناها يعني هي كره يعني احنا رجعنا بالزمن قوي يعني كره كانت تستحق الطرد في الوقت ده وكان على اثرها كانت عملت لي اصابه قويه شويه في عيني وكانت ممكن ده ما اتحسبتش فاول باين لا تقريبا كان فيها انذار بس لكن هي طبعا كان ضرب من غير كوره يعني الموقف كان صعب شويه لكن الحمد لله تجاوزناه وعدى وربنا كرمنا بعد كده وكله تمام بعد كده يعني تعال بقى نتكلم شويه في الحاضر شكل المسابقه الدوري السنه اللي فاتت الناس كانت شايفه دوري صعب جدا يمكن الزمالك خرج من المنافسه مبكرا لظروف كانت موجوده عنده يبقى الزمالك فريق كبير طول الوقت الاهلي وبيراميدز كانوا ماشيين كتف بكتف وخطوه بخطوه شفت الدوري كان عامل ازاي السنه اللي فاتت هل جالك مثلا فتره حسيت انه لا الدوري المره دي ممكن يخرج بره النادي الاهلي رغم انك خلاص بقيت لعيب في سيراميكا وولائك وانتمائك الاول لكنه كراجل متابع كرة القدم شفت الدوري ازاي وشفت بداية الموسم السنة دي ازاي ويعني السنة اللي فاتت كان موسم صعب وموسم طويل قوي وفي اوقات احنا بنوصل في الدوري لمرحلة الملل وصلت لمرحلة الملل طبعا سواء ملل فني او ملل من طول المسابقة من اجراءات المسابقة انا بس عايز افكر الناس بالهاشتاج سعد سمير مع حارس النادي الاهلي وكل شويه هنبدا ناخد بعض من رسائل حضراتكم اتفضل زودوا بقى في الهاشتاج يا جماعه زودوا في الهاشتاج عشان سعد سعد يحيى سعد يلا بس فالموسم طول زي ما حضرتك زي ما بقول لحضرتك كابتن حسيته بالملل فعلا طبعا طبعا وبعدين يا كابتن مفيش لعيب كوره بيقعد يلعب ماتش وبعد شهر ماتش وساعات ماتش وبعد يومين ماتش فالموضوع صعب جدا واحنا بنعمل في السنه حوالي 3 4 فترات اعداد طبعا انت مش عارف تبتدي امتى وتنهي امتى فالموضوع طول وبعدين انت تقدر تلعب في لعيب كوره ممكن في مصر ممكن يلعب 10 مواسم في تاريخه بس بره لعب له 20 موسم مظبوط انت الموسم بتلعبه في سنه ايوه فالموضوع برده صعب جدا يهلك وبيدخلك في قصص كتير زائد ان احنا محتاجين الملاعب تبقى احسن يعني في حاجات كتير احنا محتاجين حاجات كتير فعلى الاقل نمسك في بعض الخيوط اللي يبقى عندنا مثلا عندنا 3 4 عناصر في المسابقه احنا بنعملهم بشكل كويس والسنه الجايه هنطور في 3 4 عناصر والسنه الجايه هنزود
يبقى في خلال 3 4 سنين رجعنا الدوري بتاعنا من اقوى الدوريات في افريقيا وفي الشرق الاوسط وكده. فالموسم كان مضغوط، الموسم كان فيه اوقات ملل فني، فيه حاجات كتير، لكن الاهلي طبعا هو والزمالك المنافسين دايما على الدوري. دخل بيراميدز السنه اللي فاتت في غياب النادي الاهلي، بيراميدز قدر يكسب ماتشات كتير، قدر يكسب ماتشات متتاليه ورا بعض ويوسع فرق النقط. لكن طول ما النادي الاهلي مش موجود في المسابقه انت مرتاح، انت مش مضغوط. ايوه، غير لما الفرقه بتدبدب وراك، غير لما الزمالك موجود بشكل قوي، لما يكون في اهلي وزمالك وبيراميدز، غير لما يكون في بيراميدز شايف ان الاهلي بيلعب بس او الزمالك هو اللي بينافس بس، فدي طبعا بتدي قوه للمنافسه. التحدي دايما الاكتر ده اللي انا بكلمه في الفرق اللي بتنافس النادي الاهلي، هل بيراميدز كانوا مصدقين ان هم يقدروا يكسبوا ويكملوا ولا لا؟ وهل هو مصدق ان انا اقدر اكسب الاهلي؟ لان هو لو كسب النادي الاهلي كان بيقرب من البطوله. فهنا السؤال، فجوه الماتش الواضح ان انت ما كنتش مصدق، والفوارق الفنيه اللي الناس كانت بتتكلم عنها قبل الماتش لصالح بيراميدز هي جوه الملعب هي راحت في صالح النادي الاهلي. الفوارق الفنيه دابت واتجهت لصالح الفريق اللي عنده شخصيه، الفريق اللي رجله ثابته في ارض الملعب، الفريق طبعا اللي عنده جماهيريه اكتر. جمهور النادي الاهلي بيفرق مع النادي الاهلي دايما، وعلى مدار التاريخ جمهور النادي الاهلي بيبقى هو اللاعب رقم واحد، هو اللي بيعمل ضغط على المنافس وهو اللي بيحطك تحت ضغط دايما. فلو انت قدرت تتغلب على الضغط ده تقدر ان انت تكسب. فقدر قدر النادي الاهلي ان هو يفوز في المباراتين، ابتدى الضغط. هم دول اللي فرقوا طبعا، المباراتين اللي في اسبوع واحد ما بين الاهلي وبيراميدز طبعا هم دول اللي فرقوا، وهو ده الضغط اللي اتصدر لبيراميدز. لكن بيراميدز للامانه برضو ادى موسم قوي صحيح، وعمل اداء فني قوي جدا، وعمل يعني متهيألي من احسن مواسمه في الدوري. واحنا كلنا قلنا المباراتين هم دول اللي هيفرقوا في ارض الملعب. يعني كولر ماله؟ كويس طبعا. انت ما اتمرنتش معاه؟ لا ما اتمرنتش مع فايلر. لكن هل شايف انه يشبه فايلر، افضل من فايلر تكتيكه، طريقه لعبه، انضباطه مع هو؟ انا بشوف حاجه كابتن شوبير، ان النادي الاهلي هو اللي بيضيف للمدير الفني طبعا. يعني انا بتكلم بكل وضوح، مهما كان المدير الفني حقق بطولات، ومهما كان المدير الفني، انا ما اعرفش كولر قبل ما يجي النادي الاهلي، وما اعتقدش حد يعرفه. كان مدرب منتخب النمسا ودرب بس يعني انديه كثيره في سويسرا ودرب في المانيا طبعا، بس اسمه محترم. لكن طبعا النادي الاهلي مش معروف بالنسبه لنا كجمهور مصري. نعم يعني مظبوط. فايلر نفس الكلام. نعم لكن النادي الاهلي بيحاول دايما يشوف احسن صفات المدربين واحسن اختيار بالنسبه للمدربين. من اللي انا شايفه فنيا، انا يعني هميل لفايلر شويه فنيا، فلعبت معاه وشايف ان احنا وبرده يعني الاداء الفني اللي كان بيتقدم كاداء فني، كرة كانت ممتعة، كانت سريعة. فايلر بيقدم ده على كولر بيقدم ده على فترات. نعم بيقدم ده على فترات، لكن هو من فرجتنا ليه هو بيميل أكتر للنواحي مش الدفاعية بس، الكرة المتزنة. يعني هو لو هو مدرب هجومي بحت أو واقعية هو واقعي جدا. يحسب لكولر الفترة اللي فاتت إدارة الفريق بشكل كويس، يحسب لكولر إن هو اتعامل مع الضغوطات الفترة اللي فاتت مر بيها بشكل كويس. يحسب لكولر ان هو قدر يحقق نجاحات في سنتين كبيره جدا. ده صحيح. لكن انا بشوف ان النادي الاهلي له فضل الاكبر في النجاحات دي. النادي الاهلي نجح اي مدرب. نعم. اداره النادي الاهلي والسيستم اللي جوه النادي الاهلي يا كابتن شوبير ده مش موجود يعني في اي نادي. كل الانديه بتحاول ان هي تجتهد، لكن النادي الاهلي عمل مؤسسي. سيستم بيفرق. سيستم بيفرق طبعا. انا نفسي انديه كتير عندها المقاومات تنجح وعندها المقاومات تقدر ان هي توصل لحته بعيده. من ضمنهم نادي سيراميكا طبعا. نعم. عندنا امكانيات كتيره نقدر نوصل لابعد من كده بكتير. النادي الاهلي فيه سيستم ونظام، كل واحد بيعمل شغله، كل اداره جوه النادي بتعمل شغلها. متقسم في وظايف لكل واحد بشكل كويس جدا. المدير الفني جاي ما عندوش شغل للملعب، ما عندوش شغل، كل واحد عارف دوره، كل واحد عارف دوره. وفي ميزه في النادي الاهلي، كل اداره بتكمل الاداره الثانيه. طيب بص، انا ما بحبش اسال عيب على المدرب، يعني لما يكون مدربه، انا اسالك عن كولر، هسالك عن جوميز، هسالك عن تروشيتش، عن اي حد، لكنه ما بحبش اسال لعيب عن مدربه الحالي. لكنه الحقيقه احنا اتكلمنا على سياده النائب محمد ابو العنين وعلى طارق ابو العنين وعلى معتز البطاوي الشغل الاداري، لكن لازم نتكلم على الجانب الفني في سيراميكا، انه فرقه بتاخد بطولتين للرابطه، بتشارك في السوبر وفي المباراتين اقناع وامتاع، وقريبين جدا من الفوز، وخسروا مره بضربات الترجيح ومره او مرتين امام النادي الاهلي بعد ما يكونوا هم الافضل في المباراتين، حالة من الإقناع الشديد جدا عاملها فريق
سيراميكا من الجانب الفني. وده يخليني اتكلم شويه عن كابتن ايمن الرمادي. يعني طبعا اي لعيب هيتكلم عن مدربه اكيد هيشكر فيه. انا ما بحبش هيشكر فيه لكن لازم اتكلم بكل صراحه عن الكابتن ايمن وادي له حقه. و انا بقول الكلام ده وممكن انت في بعض من الاوقات ما بتلعبش بصفه مستمره، ده صحيح، لكن لازم تفرق. طبعا انت لما بتكبر ويبقى عندك خبرات ما بين ان انت تدي المدرب قيمته اللي هو فعلا دي قيمته الحقيقيه ومكانته. كابتن ايمن قبل ما يجي الدوري المصري هو مدرب كبير في الامارات، ده صحيح، تاريخ كبير في الدوري الاماراتي، 20 سنه شغل في الامارات وحقق نجاحات مع فرق كبيره جدا. كورته بتتكلم عنه. انا بحب ان دايما لما تيجي تتكلم على المدرب بتتكلم عنه. طبعا نعم، تيجي تتكلم على المدرب لازم توصفه. ايوه، المدرب ده بيقدم ايه او المدرب ده بيحقق ايه. يمكن انا قبل كده اشتغلت مع مدربين. انت كنت محظوظ لانه النادي الاهلي ومدربينه، ثم تتكلم بقى على ايمن رمادي ومن قبله علي ماهر. اثنين مدربين الحقيقه، اثنين مدربين بصراحه على اعلى مستوى. كابتن علي برضه يعني علي بانجيل واشتغلت معاه بشكل كويس جدا السنتين بصراحه. برضه كابتن ايمن عنده ميزه ان هو بيحب يلعب كوره. ايوه، ان هو بيحب يدي حريه للاعيبته في الملعب. مش يعني في تفاصيل فنيه هو بصراحه بيعملها مع اللعيبه بتفرق مع اللعيبه، ان هو دايما بيحب اللعيب يلعب باريحيه. نعم، وهتحس ان لعيبه السيراميكا في الماتشات الكبيره احسن ماتشات بتعملها الماتشات الكبيره عكس فرق تانية كتير. نعم، وبمعنى اللعيبه بتعمل ماتشات كبيره قدام الاهلي او الزمالك او بيراميدز، ده مش ان الفرقه بتنزل تدافع وبتخرج بالماتش بقلل الخسائر. أيوة، لا، او بتعادل، بتلعب كره مفتوحه. لا، بالعكس، بتلعب كره هجوميه بيبقى لها شخصيه، لان هو قبل المباراه الكبيره بيحفز اللعيبه بشكل كويس ان انت ما بيخوفكش ما بيقلقكش المباراه، وبيشتغل في قرايه الخصم بشكل كويس جدا والتفاصيل الفنيه اللي هو بيشتغل عليها بشكل كويس جدا. وهو طبعا دارس ومعاه شهادات كبيره جدا ومر بتجارب ومعايشات مع مدربين كبار في اوروبا، وهو راجل شديد الاخلاق والاحترام على المستوى الشخصي وعلى المستوى الانساني، راجل محترم جدا. فهو عنده افكار في دماغه بالنسبه للعيبه الكوره، بيختار لعيبه بنوعيه معينه ان هي تدي له استحواذ، ان هي دايما بيحب امتلاك الكوره معظم الوقت، بيحب ان اللعيبه يبقى معاها الكوره معظم الوقت، فرقته دايما تبقى هي المستحوذه. وفي نفس الوقت فكره ان انت دايما يبقى ليك تاثير على الجون، دايما ان انت فرصك على الجون، دايما ان انت تستغل عمق الملعب بشكل كبير جدا. فهو الكابتن ايمن يعني عنده افكار كتيره جدا بيحاول ان هو يطورها، بيحاول ان هو يديها للعيبه، وهو بيحتاج دايما لعيبه عندها شخصيه ولعيبه عندها في الملعب القدره ان هي تترجم الافكار دي. تعالى ناخد شويه اسئله. ناخد شويه من الاسئله كتير جدا على هاشتاج سعد سمير مع حارس النادي الاهلي. يلا بينا. عفاف المغازي عايزينها حلقه كوميدي بقى يا سعد.